بنات، انا شيماء لاول مره يتابعني. قناتي مختصه او هتبقى مختصه بالترافل واللايف ستايل. يمكن اول مره اعمل لوك او من زمان ما عملتش لايف ستايل فيديوز. هكلمكم النهارده عن الجوا شا فيس مساج. اول مره او بقالي فتره كتير جدا ما اتكلمتش ازاي عن العنايه بالبشره او بالبيوتي كير او بالهيلثي لايف ستايل. فهبدا انزل لكم فيديوهات عن الموضوع ده بما اني انا قاعده فتره طويله ما بين الطبيعه. انا طبعا من الاشخاص اللي بحب يعني هربت من المدينه وبقيت اتوجه للطبيعه للنيتشر والجنجل لايف ستايل. سافرت قاعده في مكان جديد، اللي يتابعني هيعرف انا قاعده فين على انستغرامي، فهتلاقوه انا كاتبه لكم وسايبه لكم كل روابط السوشيال ميديا بتاعتي في الديسكربشن بوكس تحت، ممكن تعرفوا انا فين دلوقتي. انا سلو ترافل، انا بسافر كل مكان بس بقعد فتره طويله في كل مكان، استمتع بالكالتشر وبالفود والحياه الطبيعيه، بس دايما بعمل تراكنج للاماكن اللي هي الطبيعيه الناتشر اللي جنب الجرينز اللي جنب الطبيعه. اوكي، زي ما قلت قبل كده او للناس اللي ما تعرفنيش، انا هربت من حياه المدينه، سبت شغل من 9 لـ5، الاستعباد المدني ده كله خلاص. انا فتره 30 بقيت خلاص عايزه اعيش لنفسي واستمتع بالحياه، وده هدف كبير جدا وانا شايفاه ان هو مش سهل. ان انت تصحي بدري، تعملي الروتين بتاعتك، تمارسي الرياضه بتاعتك، وما زلت بعمل شغل بس اونلاين، حاجات انا بحبها فبحسهاش ان هي شغل. فانا بقيت دلوقتي بجمع بين حاجتين، ان انا بشتغل وبستمتع بحياتي وبهتم بنفسي، يعني كذا حاجه مش حاجتين. ده هوريكم ازاي انا بعمل فيس مساج لوشي. طبعا مهم جدا خاصة للناس اللي في الفئة الثلاثينية زي كده، الوش هيبدأ بقى يعمل تجاعيد وفي شوية حاجات كده او كده. فطبعا انا من الاشخاص اللي ضد مش بحب الفيلر البوتوكس والحاجات الارتفيشال دي كلها، لان مش بحسها خالص عليا. انا بحب اعتمد الحاجات الطبيعية، اعمل الحاجات تعمل استيميوليشن للكولاجين عشان تشد بشرتي ويكون احسن وشكله احسن. يعني صدقوني ناس كتير جدا عمل بوتوكس وفيلر، طبعا انتم مش هتشوفوهم فيس تو فيس لانهم بيستخبوا، انا شايفاهم بعيني. اصحاب حواليا عندهم مشاكل كتيره جدا من البوتوكس والفيلر اللي عملوه بشكل غلط، يعني مش كل الناس طبعا. اوكي، ممكن لو انت حسيتي ان انت يعني مش عارفه، انا مش شايفه ان هو ليه داعي خالص ان انت تعملي الحاجات دي. انت محتاجه كل يوم 3 دقائق الصبح 3 دقائق بالليل فيس روتين وخلاص على كده. اوكي، ان انتوا تغسلوا وشكم كويس، تستخدموا كريمات مناسبه لبشرتكم، والاهم الاهم الاهم اللي جاي اتكلم عليه في فلوج النهارده او فيديو النهارده، الفيس مساج. بتعملوا فيس مساج بايه؟ انا بستخدم دي وبس، الجوا شا. بجد يا جماعه، يعني بصوا حاجه وهم، يعني صغيره بتروح معاكم في اي حته، في شنطتك لو انت قاعده زهقانه بس عايزه تحسي بشويه تعب في وشك، اعملي شويه مساج بيها، فظيعه فظيعه فظيعه. خاصه ان طبعا مع الجرافيتي مع الجاذبيه طبعا كل حاجه بتنزل تحت، احنا بقى بنستخدمها ان احنا بنرفع كل حاجه فوق. زي ما قلت قبل كده او مش عارفه انا اتكلمت في الموضوع ده، انا كنت بعاني من حب الشباب لمده طويله جدا جدا جدا، وقال لسه عندي اثار. اي نعم بشرتي مش احسن حاجه دلوقتي، بس هي بتتطور بتبقى احسن، لان الايام اللي فاتت كنت بسافر كتير، وطبعا مع السفر والعرق والحر وتغيير الجو ده كله انا بشرتي حساسه جدا واويلي، فيري 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 اويلي. اوكي، فطبعا ما كنتش قادره اواظب ان انا اعمل روتين صح لوشي. رحت لدكتوره جلديه صراحه، يعني كانت شاطره جدا، قالت لي انت مش محتاجه اي حاجه خالص. طبعا حب الشباب انا عالجته من زمان، اللي هو الفيتامين اي، الكورس بيتاخد لمده 4 أو 6 شهور أو 8 شهور، مش فاكره الكلام ده كان 4 أو 5 سنين. طبعا فالدكتوره قالت لي انت بس وشك حاسس بستريس وتغيير جو وبيبي، فكتبت لي على 3 جل صراحه جمال جدا بستخدمهم على مدار اليوم، فبحس ان انا مش محتاجه اعمل اكتر من كده، بلس ان انا بعمل فيس مساج، لان خلاص الناس اللي هي في الفئه العمريه بتاعتي اللي هم الثلاثينات اجمعوا معايا كده واعملوا لي لايك عشان اعرف كم واحد متابعني في الفئه الثلاثينيه سواء بنات او شباب، بس انا بختص البنات، يعني انا ممكن تقولوا عليا فيمينيست او وات ايفر. فمع الجاذبيه هتلاقي الوش بينزل والتجاعيد بتبدا تظهر، فانتوا طبعا هتحتاجوا تعملوا مساج عكس اتجاه الجاذبيه. انا هعمل لكم فيديو ازاي نستخدمها
وايه ونستخدم ايه معاها. طبعا احنا محتاجين زي حاجه كده تساعد زي لوبريكانت يعني ماده زيتيه, فانا بستخدم اوليف اويل طبيعي او بستخدم اكسترا فيرجن كوكونات اويل. بستخدم ده اداه تمام حاجه من ايه. باخد نقطه او اتنين في ايدي وبعد كده احطهم على وشي وابدا اعمل الفيس مساج. جربت حاجه مؤخرا اسمها البي بولن, اوكي لسه بجربها, بشربها وبحطها كفيس ماسك. هخلص بس اسبوع منها واقول لكم ايه الفرق بيفور اند افتر. انتوا شايفين وشي عندي اثار حبوب تمام, بس مفيش حبوب يعني مفيش, هو عندي اثار الفتره اللي فاتت كان عندي حبوب بس مش حبوب اللي هي حب الشباب, لا حبوب من التعب والارهاق والاكسسيف اكسكريشن او الاكسسيف سكريشن سوري للبورز. انا عندي المسامات واسعه وبتطلع دهون كتير او اويل كتير, فطبعا لازم اعمل ديتيل للبشره الدهنيه. انا اعتقد الاوليف اويل والكوكونات اويل اللي يكونوا مناسبين لجميع البشرات. فهنبتدي بالروتين بتاع الجوا شا. طبعا الناس اللي مش عارفه دي اسمها جوا شا, دي مصنوعه من انا بتاعي روز كوارتز, بتتعمل من احجار طبيعيه. في انواع كتير من الاحجار, في عندك الاماسيست وعندك مش فاكره الاسماء الثانيه, بينزل منها لون اخضر واسمر او اسود. والاماسيست كانت عاجباني جدا بس انا يعني انا مينيماليست فبختار حاجه واحده بس, اخترت دي حسيتها يعني انا من النوع اللي بروح للحاجه على حسب طاقتي, حسيت ان انا روحي رايحه لدي مع اني بحب الحجر الاماسيست اكتر بكتير وكل حاجتي على بيربل. الاماسيست حجر لونه بيربل فحبيتها جدا وحبيت القطعيه بتاعتها. انا شارياها مش عارفه شايفينها كده, فحبيت القطعيه بتاعتها. اوكي هنبتدي اول حاجه اللي احنا هنحط ايه الاويل بتاعتنا. انا ما حطيتش على رقبتي فممكن اخد شويه اويل, انا بحب الكوكونات اكتر من الاوليف. ده كولد بريس بتاعته كام نقطه كده بس مش كتير, بتحطوها وتقفلوا وتعملوا مسار او تزيتوا رقبتكم كويس جدا تمام. يعني يعني انا حسب بس انا بحب اجرب يعني. اول حاجه تخلوا بالكم كويس جدا وانتم تمسكوها لان ايديكم بتبقى فيها زيت وهي لو وقعت ممكن تتكسر لان ده حجر اصلي. عندكم بتبقى ليها كذا كيرف اللي هو الهارت شيب من هنا, يعني كل كيرف تستخدميه استخدام مختلف تمام. همسكها كده يبقى الحته العاليه فوق واخدها على رقبتي واطلعها. شايفين اهم كل ناحيه هعملها 5 مرات وفي الاخر هتلاقيني بعمل يعني بفوكس على اخر منطقه, بفضل ثابته فتره بشد السكين معايا وافضل عليه فتره. فهنعمل هنا واثبت, دي واحد واثبت, اثنين زي كأنكم بتعملوا ستريس على الاخر, اربعة وبضغط في الاخر كده بنات, دي مهمة جدا. هنيجي الناحية التانية زاوية عشان تشوفوا. كنا 5 كنا خلصت اللي هو الجنبين. هنبدأ طبعا احنا بدأنا بالنك, هنمسك الجنب ده ممكن تعملوها بايديكو تطلع لفوق.
ادي خلصنا هنا 5، نعمل الجنب التاني. ده كله عكس اتجاه الجاذبية وعكس اتجاه الرينكلز، لان الرينكلز بتيجي مع الجاذبية. طبعا البنات زي ما قلنا اللي في العمرية 30، اول ما تبدأي 30 او حتى 26 27 ابدأي. خلصنا الرقبة تمام، هندخل دلوقتي على الوش. نمسك بإيدنا، هنبدأ بالشمال، فنحط إيدنا اليمين هنا ونمسك دي ونرفع. خلصنا الجنب الشمال، نروح للجنب اليمين، حط ايدنا هنا ونعمل ستريس في الاخر. صراحة احساس جميل جدا 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 جدا. ده كله في الرقبة والجو لاين. بنستخدم المنطقة دي، هنبتدي بقى نغير. هناخد الجنب اللي هو ده. اهم حاجه في الفيس انتوا ما بتمشوش كده، ما بنمشيش بخط، احنا بنمشي كده بحيث ان هي تكون شايفين الفرق كده، تحسوا ان انتوا بتعصروا مش عموديه، لا هي بتروح مع الجلد كده. اوكي هنحط ايدنا على المناخير ونزح. ممكن كمان عشان تشوفوا خلصنا الجنب ده، نعمل الجنب التاني. هتلاقوا وشي حمر بتورد كده. شايفين انا بنيمها على وشي، يعني ما تبقاش نايمه قوي بس مش بعملها كده، يعني المفروض كده. تمام اوكي خلصنا الجو لاين. احنا عملنا الشولدر وعملنا النك، تاني خطوه. تالت حاجه عملنا الجو لاين، عملنا التشيكس، دلوقتي هنعمل الاي. الاي برده كالعاده كده ونضغط بس براحة جدا، لان منطقة تحت العين حساسة قوي. فبنجيب الحتة العالية نعمل وتضغطوا لفوق. تحفة 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 يا بنات. برم ده حتى ايه خلصنا منطقة تحت العين، عملنا كده الناحية التانية كده. هنبدأ نعمل بقى ايه منطقة الحواجب ذات نفسها بالعين. حط ايدينا هنا كده 72 وللحتة العالية تبقى فوق. اوكي نبدأ بالشمال زي كل مرة ونسحب مع اتجاه ونعمل استرس.
خلصنا شمال نعمل يمين كده نسحب هتمشوا مع الكيرف بتاع العظمة بتاعت الحواجب اخر حاجه هنعمل منطقه الفور هيد او الجبين تمام برده نحط صباعنا هنا زي الحاجب ونمسك الستون من هنا اوكي كده ونحط ايدنا هنا ونرفع لفوق استرس في الاخر تمام ناخد الناحية التانية لو تعرفوا ان انتوا كده عشان تنيموها زي ما تبقاش عمودية او ممكن تعكسوها كده اوكي شايفين الناحية التانية شايفين مره في مره هتحسوا ان انتوا وشكوا بقى مورد وطبيعي واحلى طبعا لازم تخلوا بالكم ان انتوا تحافظوا عليها تغسلوها طبعا المفروض اغسلها دلوقتي او حتى لو هسيبها بالاويل بتاعها المره الجايه قبل ما استخدمها بغسلها بالالكحول او اي حاجه اوكي اتمنى الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه نصيحه بنات محتاجين تعملوا مساج لوشكوا بشكل ضروري انا كمان عندي مشكله الفاتس اللي موجوده هنا في الاغلوب زي ما بنسميه الجوه شها هتقلل كل الفاتس المتراكمه هنا خاصه مع الحجاب وكده دايما هتلاقوا فيه البنات عندها مشكله هنا سمار وعندهم هنا فده هيفيدكم جدا المساج وان انتوا تساعدوا المساج يعني هيشغل الغدد الليمفاويه هيظبط البلاد سيركيوليشن فالحته عندكم هتبقى احلى بدل ما هي ريلاكسد ونازله منغلغه كده لا هتتشد وتبقى شكلها جميل لان طبعا جمال البنت في الرقبه الطويله انا من النوع اللي بحب الرقبه الطويله جدا فدايما لازم تبقوا ماشيين فاردين نفسكم كده وظهركم لورا تحسوا ان عظمه السكابلا يعني قريبين من بعض ودايما خلي دايما رافعه راسك فوق ما تبقيش مدلدله كده عشان ايه الدبل تشين مات بنش اوكي فلازم تبقي رافعه راسك بس انا بحاول انزل لكم عشان تعرفوا تشوفوني كويس زي ما قلنا فتره ال 30 مهم جدا في تول كمان انا محتاجه اجيبها دي بتحفز الكولاجين دي اللي هي زي الديرما بن بالظبط زي الرولر انا ما بحبش الرولر دي خالص ملهاش اي لازمه في الحياه انتوا ممكن كبديل تجيبوا معلقتين اكل تحطوها في الفريزر بالليل تصحوا الصبح تحطوا على عينكم او على وشكم خلاص طبعا بتمسكوا المعلقتين وتقعدوا تعملوا كده ايه عكس اتجاه التجاعيد او عكس اتجاه الجرافيتي اوكي التول التاني اللي ناوي اجيبها الديرما بن هعمل لكم فيديو عليها جميله جدا يا جماعه انا بجد سمعت عنها استخدامات كتيره مش استخدامات فوائد كتيره جدا اهمهم بتحافظ الكولاجين الكولاجين ده هو اللي بيسحب البشره هو اللي بيخليكي تبقي يونج شكلك صغيره في السن وما عندكيش تجاعيد اوكي ولا رينكلز حوالين العين اوكي حاجه كمان بس هعمل لكم فيديو قريب عن ديرما بن بس اول ما الاقي واحده بكواليتي حلوه لان انا بحب اشتري لو هشتري حاجه بشتري حاجه واحده بس اوكي ما بحبش الروتين يبقى مجعلص يعني حاجات كتير لان مش هعمل ده كله اوكي خلينا نبقى اونست وصراحه مع بعض احنا مش هنقدر نعمل الروتين اللي بيقعد ساعتين احنا عايزين حاجه ساعتين سوري عايزين حاجه تقعد دقيقه اتنين تلاته عشان نقدر نستمر ونعملها وانتي بتغسلي وشك بالصابون 1 2 3 خلاص شكرا وكده خلصت الروتين بتاعي تمام الديرما بن مش هتحتاجي ان انتوا تعملوها كل يوم ممكن تعملوها مره في الاسبوع فهعمل لها فيديو زي ما قلت انا بشتري حاجات قليله بس يكون ليها قيمه فانا لما بختار حاجه بختار يعني بهتم بالكواليتي اكتر من الكوانتيتي انا بالعكس بقلل كوانتيتي كتير بقلل كميه بس بشتري حاجه واحده بس تبقى ليها الكواليتي بتاعها عالي وتعيش معايا وبحافظ عليها انا من نوع الاشخاص اللي بيحافظ على حاجته كويس جدا اوكي فهعمل لكم فيديو بس اول ما الاقيها بس في كواليتي حلو لان في ناس كتير جابوا البن بتتكسر او بتتعلق فلازم تكون حاجه حلوه وانتي بكتيريا دي اهم حاجه
تمام. اشوفكم فيديو جديد، لو عجبكم الفيديو وجربتوا جوه شقه اكتبوا لي في الكومنت تاثيرها معاكم عامل ايه، حسيتي ايه. جماعه بجد مساج تحفه تحفه، وانت كمان لما ايدك تاخد على المساج بتاع الفيس مساج هتلاقيكي مور بروفيشنال اكتر. اهم حاجه تتابعوا التيبس اللي انا قلتها لكم خلال الفيديو زي ما قلت لكم. اشوفكم في فيديو جديد، ولو عجبكم الفيديو انا غيرت ستايل الفيديوز بتاعتي، هبدا اكلمكم فيس تو فيس. الفيديو الجاي هيبقى ازاي ان انا بسافر سلو ترافلر، ان انا بسافر ببطء وبالراحة، بقعد في كل بلد فترة طويلة جدا، ازاي بصرف، ازاي بحوش، ازاي اساسا بعمل بريبريشن او بستعد الرحلة. هكتب لكم كل التفاصيل دي، او سوري هعمل لكم فيديو كل التفاصيل دي، لان في بنات كتير جدا بتبعت لي تسالي انت ازاي بتسافري، ازاي بتصرفي، ازاي بتحوشي، معاكي كام في البنك عشان تعرفي تسافري مده طويله. هجاوبكم على كل الاسئله دي. لو عندك اسئله تانية عن السفر لمده طويله اكتبوا لي في الكومنت وانا هجمعها في ورقه وارد على كل اسئلتكم. اشوفكم في فيديو جديد، ما تنسوش تعملي سبسكرايب لقناتي عشان تشجعوني، واعملوا لي لايك لو بتحبوا الفيديو او عجبكم الفيديو، وتشيروا لاصحابكم اللي تحس ان هم هيستفيدوا من الفيديو. واشوفكم في الفيديو، باي باي.